يقول: ما حكم شراء شقة أو منزل عن طريق بنك إسلامي، مع العلم أن البنك يرهن العقار حتى يتم سداد المبلغ كاملا؟ إذا كان كما تقول بنك إسلامي ولا يتعامل بالربا وشرى لك شقة أو فلة بالدين فلا بأس بذلك، أما إذا كان يتعامل بالربا فلا يجوز لك أن تتعامل معه ولا يشتري لك وهو يتعامل بالربا. والرهن لا بأس، الرهن يرهنها البائع حتى تسدد له كما سبق.